دونك أذكر أنه في من خلال الحصص الماضية قمنا بتقديم مجموعة من المفاهيم. دونك قمنا بتعريف المتجهة، الاتجاه، مميزات متجهة، متجهتان متساويتان، متجهتان متقابلتان، المتجهة المنعدمة. دونك الآن وصلنا إلى مرحلة ديال ضرب متجهة في عدد حقيقي. دونك بعدها سأعود إلى مجموع. دونك عندما نضرب متجهة في عدد حقيقي فإننا نحصل على متجهة. دونك هنا غادي نحاول نشرح لكم هذه الفقرة هذه من خلال هاد لا كونفيغوراسيون اللي عندنا هنا، هذا التمثيل اللي انا رسمته هنا. دونك كما غتلاحظوا هنا ان واحد المتجهة اللي هي متجهة ابي طولها ولا منظمها يساوي واحد سنتيمتر. دونك هذه نقدر نسميوها عندها واحد الاسم. دونك متجهة ملي كيكون الطول ديالها يساوي واحد كتسمى فيكتور يونيتير الفرنسية، متجهة واحدية المنظم ديالها كيساوي واحد. دونك هاد المسافة بين النقطتين أو بي، دونك قلنا بلي النقطة أ تسمى أصل المتجهة أ بي، النقطة بي تسمى الطرف ديال المتجهة أ بي. دونك المستقيم أ بي هو المستقيم اللي كيتسمى حامل المتجهة أ بي، وكذلك نقدر نسميوه الاتجاه ديال المتجهة أ بي. وكل مستقيم يوازي المستقيم أ بي فهو كذلك اتجاه للمتجه أ بي، لأن الاتجاه سبقنا هضرنا عليه وقلنا نقول إن مستقيمين لهما نفس الاتجاه إذا كانا متوازيا. دونك كما كتلاحظوا هنا خديت واحد الممثل ديال هاد المتجهة باردون ان ريبريزونطون، هذا ممثل. دونك فيما بغيت نوضعو نوضعو. دونك هذه هي القوة ديال المتجهة، هاد المفهوم هذا اللي هو مفهوم المتجهة. دونك ملي كنقولو المتجهة ابي هذا ما كاينش ان المتجهة ضروري غادي تكون مرتبطة بالنقطة ا والنقطة بي. دونك حتى هاد الفيكتور هذا اللي راني نمثلو هنا حتى هو سميتو المتجهة ابي، رغم انه ما مرتبطش بالنقطة ا والنقطة بي، ولكنه يمثل متجه ا بي لانه يساويها. دونك كما كتلاحظوا هنا الرباعي اللي كيشكلوا هذه المتجهتان هو متوازي الاضلاع. دونك المتجهه اللي هنا باللون الرمادي ولا باللون البني باردون سي ان ريبريزونطون ديال هذه المتجهه، هذه هو ممثل للمتجه ا بي. دونك لهما نفس المميزات، متوازيان. دونك الحامل ديال المتجه ا بي والحامل ديال هذه المتجهه متوازيان، لهما نفس المنحى. دونك لاحظوا بلي ان المنحى ديال المتجه ا بي والمنحى ديال هاد المتجهة هو نفسه، دونك تتجه نحو اليمين، وكذلك متجهتان لهما نفس الطول. دونك هنا كنقولو قلنا بلي ان هاد المتجهة تسمى ان ريبريزونطون ديال لو فيكتور ا بي، سي ان ريبريزونطون دي فيكتور ا بي. دونك غادي نحاولو مثلا نقوم بضرب المتجه ا بي في واحد العدد. هنا خديت جوج ديال الاعداد، احدهما سيمثل العدد الموجب والاخر سيمثل الاعداد السالبة. دونك مثلا إذا ضربت المتجهة أ بي في الصفر، دونك كما كتلاحظوا هنا هذه المتجهة أ بي إذا قمت بضربها في الصفر سأحصل على واحد المتجهة أخرى. دونك إذا ضربنا المتجهة أ بي في الصفر سنحصل على المتجهة المنعدمة. دونك وبالتالي النقطة إم فين غادي تكون؟ لاحظوا أن النقطة هنا إم تتغير، ولكن عندما يقترب ك من صفر، لاحظوا عندما يقترب ك من صفر ماذا يحدث للنقطة M؟ النقطة M تقترب من O. دونك إذا كان كا مثلا كيساوي هنا الثلث واحد على ثلاثة، كا كيساوي ثلثين جوج على ثلاثة، دونك هذا المكان كيعني أن المسافة AM تساوي جوج على ثلاثة. دونك هنا تقريبا راه واخد هاد البروغرام هذا راني عاطيه لاغوندي. دونك راني داير غير واحد ديسيمال، يعني واحد رقم واحد وراء الفاصل، يعني اعشار. نقدر ندير جوج ديال لي ديسيمال هنا، لاحظوا بلي غادي يعطيني 0.67. دونك يعني الثلثين. دونك هنا كاين الثلث قلنا، دونك الى رجعت خطوه الى الوراء غادي نلقى الثلث 0.33. دونك يعني ان المسافه من بين ا و بي تساوي الثلث واحد على واحد على ثلاثه المسافه ا بي. دونك اقول انه عندما يقترب العدد ك من الصفر فان المتجهة ام، دونك لاحظوا النقطة ام تقترب، النقطة ام تقترب من النقطة. دونك عندما يكون ك يساوي صفر فاننا نحصل على المتجهة المنعدمة، هذا يعني ان النقطة ام ستنطبق مع النقطة. دونك اذا كان ك يساوي صفر فانني عندما اضرب المتجهة ا بي في الصفر نحصل على المتجهة المنعدمة،
هذا يعني ان المتجه ام، المتجه ام المتجه اللي باللون الاحمر، عندما اضرب المتجه اب في الصفر فانني احصل على المتجه المنعدمه، هذا يعني ان النقطه ا والنقطه ام منطبقتان. ناخذ مثال اخر، دونك هنا خدينا ام عفوا خدينا كا كيساوي 2 على 3 ثلثان، 2 على 3 هنا راح واخد اون فالور ابروشي اللي هي 0.67. دونك هنا غادي تاخد النقطة ام المكان ديالها، غادي تجي هنا، دونك المسافة ما بين نقطتين ا و ام تساوي هنا مثلا 0.67 اللي قلنا هي الثلثين. إذا كان كي يساوي واحد، دونك إذا ضربت المتجه أبي في واحد بيان سور سأحصل على المتجه أبي، وهذا يعني أن أم تساوي واحد في أبي اللي هي أبي، يعني أن النقطة أم ستنطبق مع النقطة بي، النقطة أم ستنطبق مع النقطة بي إذا كان كي يساوي واحد. إذا كان كي يساوي مثلا اثنان، دونك غادي ناخذ كا حتى لجوج، دونك لاحظوا هنا مثلا عندما يكون كا يساوي اثنان فإن المسافة بين النقطتين، نقدر نكبروا شوية هنا نديروا شوية الزوم، المسافة بين أ و إم كتساوي جوج، يعني الضعف ديال المسافة بين النقطتين أ و بي. دونك هنا نقدر نقولوا بلي أن النقطة بي هي المنتصف ديال القطعة أ بي ديال القطعة أ إم باردون، عندما يكون كا يساوي اثنان، دونك كا عدد موجب هنا. دونك المسافة AM تساوي جوج، المسافة AB تساوي واحد، النقط راها مستقيمية، إذا النقطة B ماذا تمثل بالنسبة للقطعة AM؟ تمثل المنتصف ديالها. On dit que le point B est le milieu du segment AM. نقدروا نستمروا مثلا ناخذوا كا ياخذ واحد القيمة أخرى مثلا ثلاثة، دونك أقول عندما يكون كا يساوي 3 سأحصل على المتجه AM، لاحظوا الطول ديال المتجه AM يساوي 3، دونك يساوي يعني 3 مرات الطول ديال المتجه AB. دونك هنا كتلاحظوا بلي المتجه AB فيها 3 ديال التجزئات، يعني ديجا مقسمهم هنايا AB. دونك إلا كان M إلا كان كا كيساوي 3 عفوا، فإن المسافة AM غادي يكون فيها 9 ديال التجزئات، 9 ديال الوحدات هنايا. دونك قلنا بلي المسافة بين نقطتين أ و بي تساوي واحد، يعني أن المسافة بين أ و إم ستصبح ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة. دونك الملاحظة اللي كنلاحظوها هنايا أنه عندما أضرب المتجه أ بي في عدد حقيقي فإنني أحصل على متجه لها نفس المنحى. لاحظوا هنا بلي راني داير واحد لوبريزونطون واحد آخر، هذا سي أن روبريزونطون ولكن ديال من، سي أن روبريزونطون ديال لو فيكتور أ إم، إذا ممثل ديال المتجه أ إم. دونك المتجه AM والمتجه AB كما كتلاحظوا لهما نفس المنحى، دونك عندما اضرب المتجه AB في عدد حقيقي فانني احصل على متجهة لها نفس المنحى، الطول ديالها بطبيعة الحال يا اما غادي يزيد اذا كان ك اكبر من واحد وغادي ينقص الطول. دونك لاحظوا AM الان غادي يولي الطول ديالها اصغر من الطول ديال المتجه AB، لماذا؟ لان ك اصغر من واحد. قلنا عندما يكون ك يساوي صفر فإن النقطة M ستنطبق مع النقطة، دونك هذا عندما يكون ك موجب. غادي نشوفوا الحالة الثانية عندما يكون ك سالبا، دونك مثلا نفس الحالة ديال قبيلة، إذا كان ك يساوي صفر فإن AF تساوي صفر، المسافة AF لاحظوا هنايا، دونك أنا غادي نرسم واحد المتجه واحد آخر سميتها AF، دونك هنا مثلا AF تساوي واحد، المسافة AF تساوي واحد. دونك كي درنا حصلنا على النقطة F، دونك قمنا بضرب المتجه AB، قمنا بضرب المتجه AB في ناقص واحد، هنا كما تلاحظوا كيساوي ناقص واحد. دونك عندما نضرب المتجه AB في ناقص واحد فإننا نحصل على المقابل ديالها، دونك AB مضروبة في ناقص واحد غادي تولي لنا ناقص AB اللي هي BA، دونك المتجه BA هي المتجه AF بحال بحال، المتجه BA الممثل ليها هو هذا. هذا هو الممثل ديال المتجه بي، المتجهة اللي كاينة هنا، المتجهة اللي باللون الأحمر هي ممثلة ديال المتجهة بي أ وليس أ بي، الممثل ديال المتجهة أ بي هو هاد لوغوبريزونطون هذا، أما المتجهة بي أ فالممثل ديالها هو هذا. دونك كتلاحظوا بلي أن المتجهة أ إف وهاد المتجهة متساويتان، لهما نفس الاتجاه، لهما نفس المنحى، ولهما نفس الطول.
دونك ماذا تمثل النقطة A بالنسبة للقطعة BF؟ دونك القطعة BF هي هذه ما بين B و F. ماذا يمثل ولا ماذا تمثل النقطة A بالنسبة لهذه القطعة؟ تمثل المنتصف. دونك عندما نضرب المتجه AB في ناقص واحد سنحصل على المتجه AF، وفي هذه الحالة غادي تكون عندنا المتجه AF تساوي ناقص AB. المتجه AF هذه المتجه AF هي المقابل للمتجه AB، دونك يعني المتجه BA. أعيد، المتجه AF هي مقابل المتجه AB. وشكون هو المقابل للمتجه AB؟ هي المتجه BA، يعني هذه اللي بالأحمر باش نتفاهموا. مقابل المتجه AB هي المتجه BA اللي باللون الأحمر، دي سي ان ريبريزونطون ديال لو فيكتور BA نون با AB. دونك سنستمر. قلنا إذا كان كا يساوي ناقص واحد فإن النقطة A ستكون هي منتصف القطعة BF. نقدر نزيد هنا مثلا كا كيساوي ناقص اثنان، مثلا كا كيساوي ناقص اثنان، هذا يعني أن المسافة بين A و F تساوي جوج ماشي ناقص اثنان، المسافة كتكون دائما موجبة. ولكنني عندما أضرب المتجه AB، عندما أضرب المتجه AB في ناقص اثنان ستصبح اثنان متجه BA، دونك اثنان متجه BA، دونك هذه اللي بالأحمر هذه، هذا سي ان ريبريزونطون، دونك هذا ممثل ماشي ديال لو فيكتور BA، ماشي ديال المتجه BA، ولكن ديال اثنان BA، دونك جوج مرات المتجه BA. المتجه BA هنا معاودة جوج مرات، يعني الطول ديالها كيساوي 6 سنتيمتر، لأن يعني الطول ديال المتجه BA هو 3 سنتيمتر. دونك الخلاصه ديال هذا الشيء هي اننا عندما نضرب متجه في عدد حقيقي، دونك اولا فاننا نحصل على متجهه. دونك الملاحظات اللي غادي نحصل عليها عندما نضرب متجه في عدد حقيقي، فاننا نحصل على متجهه، وهذه المتجهه يكون لها نفس الاتجاه بغض النظر واش كان كموجب ولا كان كسالب، فان المتجهه التي احصل عليها هي متجهه لها نفس الاتجاه. دونك اذا كان كموجبا غادي تكون عندنا المستقيم ام وهذا لو ريبريزونطون هذا ديال المتجه بي غادي يكونوا باراليل، واذا كان كسالبا نفس الشيء لو ريبريزونطون ولا لو فيكتور اف مثلا هنا مع المتجه بي او ولا مع الممثل ديالها غادي يكونوا متوازيا. اذا كان كموجبا سنحصل على متجهتين لهما نفس المنحى، دونك كما كتلاحظ هنا اذا كان كموجبا فإن المتجه AB والمتجه AM غادي يكون عندهم نفس المنحى، وإذا كان ك سالبا فإن المتجه AB والمتجه مثلا AF هنا اللي كتلاحظوا في الشكل، فإن المتجهتان لهما منحيان متعاكسان. دونك هادشي اللي تعقلوا عليه بالنسبة لهذه الفقرة هذه. يعني عندما نضرب متجهة في عدد حقيقي أولا نحصل على متجهة لها نفس الاتجاه، إذا كان كموجبا فإن للمتجهتين نفس المنحى، وإذا كان كسالبا فإن للمتجهتين منحيان متعاكسان دي سونس اوبوزي. دونك كتطبيق لهذا الشيء غادي نحاولوا اننا نرسموا هاد النقط اللي راني داير هنا. دونك عندنا المتجه ام1 تساوي 2 في المتجه AB، دونك غادي نحاولوا نشوفوا النقطه ام1 فين غادي تجي. دونك هنا بما ان اثنان عدد موجب فان النقطة ام واحد ستتواجد في نفس المنحى ديال المتجه بي، دونك غادي تكون نحو اليمين، ميمكنش تكون نحو اليسار، لان الى درناها نحو اليسار غادي تكون متجهة ام واحد و بي منحيان متعاكسان، وقلنا بلي ان عندما نضرب عدد موجب فاننا نحصل على متجهة لها نفس المنحى. دونك هنا غادي نديرو جوج بي، دونك بي فيها 1 سنتيمتر، يعني ام غادي تكون فيها 2 سنتيمتر. دونك هنا من هذا الرسمو لو بوان ام 1 غادي يجي هنا كما كتلاحظوا، لو بوان ام 1 هو هذا هي لا بوزيسيون ديالو. نشوفوا ام 2، دونك ام 2 هنا غادي نضربوا المتجه ا بي في ناقص 2، دونك وليس في 2 في ناقص 2، وبالتالي سنحصل على منحى في الجهه الاخرى. دونك غادي ندير ك سالب، ك كيساوي ناقص 2 فوالا، دونك ناقص 2 هي هذه. دونك الى بغيت نرسم هنا غادي تجي لو بوان ام 2 ام 2. ام 3 تساوي 5 على 3 بي، دونك ام 3 5 على 3، دونك ما معنى 5 على 3؟ هذا كيعني اننا غادي نقسموا المتجهه بي الطول ديالها على 3
تجزئات ولا 3 وحدات وناخذ 5، دونك سنقوم بالتكرار ديال التجزئة مثلا إلى 5 مرات. دونك ا بي ديجا مقسمها انا 3، دونك عندي هنا 1 التجزئة الاولى حتى لهنا، الثانية حتى لهنا، الثالثة حتى البي، هنا غادي تكون الرابعة وهنا غادي تكون الخامسة. دونك لو بوان ام 3 غادي يجي في هذا المكان هذا، دونك غادي نحاول انني نرسمو، غادي نرجع واحد شوية فوالا. دونك في هذه البوزيسيون هذه في هذا المكان هذا غادي تكون النقطة ام 3. بالنسبة لام 4، ام 4 تساوي 1 على 2 ابي، دونك ما معنى ام 4 تساوي 1 على 2 ابي؟ دونك بما ان 1 على 2 عدد موجب فان المتجه ام 4 و ابي لهما نفس المنحى، دونك المتجه ابي منحى نحو اليمين، وبالتالي النقطة ام 4 ستتواجد على يمين ا وليس على يسار أ، على يمين أ. بكم تبعد عن النقطة أ؟ تبعد عنها بنصف المتجه أبي، يعني نصف الطول ديال المتجه أبي. قلنا المتجه أبي الطول ديالها 1 سنتيمتر، وبالتالي الطول ديال المتجه أم 4 غادي يكون هو النصف. دونك العلاقة ما بين المتجه أبي والمتجه أم 4 عطاوها لنا، المتجه أم 4 تساوي 1 على 2 في المتجه أبي. هذا يعني أن الطول ديال المتجه أم 4 العلاقة ديالو الطول ديال المتجه أبي هي النصف. متجهة ام 4 طولها يساوي نصف المتجهة نصف طول المتجهة اب. يكفي اننا نقسم اب الى جوج، دونك هنا مانيش داير البوزيسيون اكزاكت، مانيش واخد هذا الكيرسور هذا باش يعطيني البوزيسيون، لانه كينتقل بالواحد الى 3 كينتقل بالثلث. دونك هنا غادي تجي بين النقطتين اللي كيشير لهم هنايا، غادي تجي بين النقطة بين هذه النقطة يعني المنتصف بين هذه النقطة وهذه النقطة، منتصف أب تجي النقطة أ إم 4 هنا في هذا المكان هذا، هذه هي إم 4. دونك الحصة المقبلة إن شاء الله سنتطرق إلى مفهوم مجموع متجهتين، غادي نشوفو كيفاش نديرو مجموع متجهتين، غادي نهضرو كذلك علاقة شال، ثم نقوم بإنجاز التمارين حتى نضبط أكثر هذا المفهوم اللي هو مفهوم المتجهة.